يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند، أولى حلقات البرنامج بعد عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضراتكم بألف صحة وخير دايما يا رب، يا رب كمان تكون أيام للمصريين كلها والأمة العربية والإسلامية كلها أيام أعياد وفرحة وسعادة. كل عام وحضراتكم طيبين. حلقة النهاردة حلقة غاية في الأهمية، عندنا فيها كلام كتير كالعادة، بالتحديد فيما يتعلق ب كواليس ما قبل مباراة اليوم الهامة جدا والمصيرية بالنسبة للنادي الأهلي أمام فريق بيراميدز في إطار المنافسة على بطولة الدوري العام. المباراة اللي هتكون في تمام الساعة 9 مساء، فعندنا كلام كتير جدا بخصوص هذه المباراة، وكمان عندنا بعض الأخبار اللي بتتعلق بالجانب العالمي والجانب المحلي، وأكيد كل جديد بيتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي، فبالتالي تفاصيل كتير على مدار فقرات الحلقة المختلفة النهاردة. لكن دايما بننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه. سؤال النهارده بيتعلق بتوقعات حضراتكم لتشكيل النادي الاهلي في مواجهه بيراميدز النهارده. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. هناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير كما هو المعتاد بعد ما تتواصلوا معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، وانستغرام. فاكيد مباراه غايه في الاهميه، ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها، وخصوصا ان احنا مبسوطين شويه باداء الاهلي في المباراة الأخيرة أمام فيوتشر، والنتيجة الكبيرة جدا 4-0 على فريق قوي ومحترم زي فريق فيوتشر. البداية بأهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي، الفريق يواجه بيراميدز الليلة. سواريش يتجه لتثبيت التشكيل. وفي الترند العالمي، ليفاندوفسكي على اعتاب برشلونه، خلاص هو صفقه برشلونه الجديده. طيب النهارده في عدد من المباريات المهمه في بطوله الدوري. اول مباراه هتكون الساعه 6:30 مساء، بعد ساعه ونص من دلوقتي هيكون في ماتشين مش ماتش واحد، لكن ماتش غزل المحله مع الزمالك هيكون ماتش غايه في الاهميه، ومن المفترض ان هو يكون ماتش صعب شويه على نادي الزمالك لان المباراه هتكون هناك في المحله، واكيد هي مباراه مهمه للفرقتين وبالتحديد الزمالك اللي بينافس على بطوله الدوري مع النادي الاهلي. اكيد نتمنى كل التوفيق لفريق غزل المحله. الساعه 6:30 برضو مباراه فيوتشر مع الاسماعيلي، مباراه مهمه قوي للاسماعيلي. فيوتشر خلاص يعني كل اللي عايزه من الموسم تقريبا خد كاس الرابطه، تاهل الكونفدراليه، فهي مباراه اهم بصراحه بالنسبه للاسماعيلي بيحاول يهرب من صراع الهبوط. الساعه 9 بالليل طبعا المباراه الاهم بالنسبه لنا وهي مباراه بيراميدز والاهلي في استاد الدفاع الجوي الساعه 9 بالليل. دي اهم وابرز المباريات النهارده. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل تفاصيل كتير، فاستنوا يلا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خليني بس في البدايه يعني اقول النهارده كانت الذكرى السادسه لرحيل الكابتن طارق سليم، احد رموز النادي الاهلي واحد مؤسسي المبادئ والقيم داخل القلعه الحمراء. امبارح كانت ذكرى ميلاده، النهارده ذكرى رحيله. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. واحد من اساطير النادي الاهلي اللي ساهم في عدد كبير جدا من الانجازات والبطولات، سواء كلاعب او يعني متواجد في الجانب الاداري داخل النادي الاهلي، او حتى كمان بالمبادئ اللي رسخها هو وشقيقه طبعا الكابتن الكبير كابتن صالح سليم، اثنين من عظماء النادي الاهلي ومن اهم الشخصيات في تاريخ النادي. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته. طيب النهارده مباراه الاهلي وبيراميدز، مباراه طبعا مش محتاجين نتكلم على اهميتها، خلاص انت داخل في المراحل الاخيره من بطوله الدوري، المنافسه على اشدها، بتنافس فريق قوي زي فريق نادي الزمالك. بيراميدز ايضا هو نفسه فريق متواجد في المنافسه، لان الفارق ما بينه وما بين نادي الزمالك 4 نقاط فقط. ومن هنا خلي بالك في دوافع كتير جدا جدا عند فريق بيراميدز، اللي عنده ماتش الاهلي النهارده واللي عنده كمان ماتش قدام الزمالك، فبالنسبه له الماتشين دول حياه او موت لو هم عايزين ينافسوا بكل قوه على بطوله الدوري. فبالتالي بيخلقوا لبعضهم دوافع قويه جدا، لازم انت تكون مركز بشكل كبير جدا كفريق النادي الاهلي لهذه المباراه، خصوصا ان انت اهدافك معروفه وطموحاتك الحقيقيه طموحات معروفه بالنسبه للجميع يعني. فالاهداف ايه في المرحله الحاليه؟ الاهلي وجمهوره عايزين ياخدوا دوري و2 كاس. فانت عندك
اتنين من اهم الماتشات في الفتره دي، ماتش بيراميدز النهارده وماتش الكاس يوم الخميس قدام نادي الزمالك، ده النهائي. فانت النهارده تكسب تكون بتقطع شوط مهم، بتبعد بيراميدز من الصوره شويه، وبتقطع شوط مهم جدا في مشوارك في بطوله الدوري، وبالتالي ان شاء الله تخش على ماتش القمه وانت معنوياتك في السماء زي ما هي دلوقتي كده، بعد ما لعبنا ماتش كبير قوي قوي قدام فيوتشر، وبعد ما حققنا نتيجه كبيره جدا قدام فيوتشر، فالمعنويات في السماء بصراحه، مبسوطين قوي بالفرقه بعد ما كان في مرحله صعبه جدا والثقه كانت فيها قليله عندنا كجماهير وعند اللعيبه نفسها وعند الجهاز الفني وعند المسؤولين كل حاجه. لكن الماتش اللي فات خرجنا من الحاله دي، فبالتالي تكسب تدخل ماتش القمه بمعنويات مرتفعه، تقدر باذن الله ان انت تكسب الزمالك طبعا باذن الله تقدر، رغم صعوبه الماتش وقوه المنافسه وقوه المنافس نفسه، لكن تقدر لان انت النادي الاهلي وعندك امكانيات عظيمه جدا وعندك لاعبين مميزين جدا بالمناسبه اللي جابوا بطولات كتير جدا مع الفرقه. فبالتالي التركيز هو اهم عنصر لازم يكون بيتمتع بيه الفريق والجهاز الفني خلال المرحله الحاليه بالكامل. فبالتالي ان شاء الله الاهلي يكون موفق في مباراه اليوم. يا سلام بقى لو لقينا ايه اداء نفس الاداء اللي احنا شفناه، طبعا اسلوب لعب مميز جدا لعب بيه سواريش، وبمناسبه سواريش في ماتش فيوتشر، يعني بمناسبه سواريش واضح ان في بوادر، واضح ان في شغل بيتعمل. هل انا كده بحكم على المدرب بقول لك ان هو اعظم مدرب؟ لا. بقول لك ان هو اوحش مدرب؟ لا. بس يعني اتمنى ان زي كل مره يطلع رهان الكابتن محمود الخطيب كسبان، وانا بتوقع كده، ولحد دلوقتي المؤشرات ايجابيه جدا جدا. لان لو تفتكروا حضراتكم اثناء تعاقد النادي الاهلي مع المدرب قلت لحضراتكم ايه، الاهلي بيتعاقد مع شخصيه ومع اسلوب لعب. لحد دلوقتي احنا شايفين شخصيه، لحد دلوقتي احنا لمسنا اسلوب اللعب نسبيا. مش بقول لك ان احنا اجمد حاجه في الدنيا وبتاع، لسه احنا بنحاول نبقى كويسين على مستوى الاداء. النتائج كده كده بتيجي، الاهلي بيقدر يكسب حتى وهو في أسوأ حالاته، لكن جمهور الاهلي دايما بيبقى عايز يتمتع كوره زي ما اتمتع كده في ماتش فيوتشر. بصراحه اتمتعنا، الواحد كان يعني ايه مزاجه اتعدل من الاخر بعد ما شاف الفرقه كده بتلعب كوره حلوه تضغط في كل حته في الملعب. الاسلوب اللي لازم يتسم بيه فريق كبير زي فريق النادي الاهلي، انك الكره ما تقعدش مع المنافس كتير، تقدر تسترجعها بسرعه 5 ثواني 6 ثواني بالكتير الكره بتبقى معاك بسبب الضغط العالي اللي بيتطلب ايه؟ بيتطلب لياقه بدنيه كبيره. تمام؟ وده اللي اكيد بيشتغل عليه المدرب بجهازه المعاون. وفي نفس الوقت احنا في اخر ماتش فيوتشر اخر 10 دقائق 15 دقيقه تعبنا شويه بدنيا، ده ناتج عن اسلوب اللعب وناتج ان احنا ممكن ما كناش جاهزين بدنيا بشكل كبير جدا في مراحل سابقه من الموسم. فكل دي امور اكيد هيتم العمل عليها وتداركها علشان باذن الله نشوف الاهلي بالشكل الافضل واللي يرضي كل جماهيره في كل مكان. فان شاء الله باذن الله تعالى النهارده تكون مباراه على نفس غرار مباراه فيوتشر، رغم صعوبه المنافس، وبالمناسبه ماتش فيوتشر كان صعب جدا برضه، فريق واخد كاس الرابطه، فريق متاهل للكونفدراليه، عنده عناصر مميزه جدا جدا كلها خبرات وكلها جوانب مهاريه وبدنيه عاليه قوي قوي. فبالتالي ماتش النهارده مش اسهل من الماتش اللي فات بل اصعب، فانت محتاج انك تركز، محتاج ان باذن الله تقدر تحقق نتيجه، لان حتى لو احنا فرحنا بالاداء المره اللي فاتت في ماتش فيوتشر، بس هو خلينا نتفق ان الاهم في الفتره الحاليه هي النتيجه. حتى لو اداء الاهلي النهارده ما طلعش بالصوره اللي احنا شفناها في ماتش فيوتشر مش مهم بالنسبه لي انا، مش مهم، واعتقد بالنسبه لعدد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي في المرحله دي. المهم ايه؟ المهم تكسب زي كده ماتش بيراميدز، زي كده ماتش الزمالك، المهم ايه؟ تكسب تاخد البطوله بتاعت كاس مصر، هو ده الاهم. الاداء هيتحسن، الاداء هيبقى افضل بكتير كمان لما الراجل ياخد وقته مع الفرقه، الراجل ما بقالوش اسبوعين، فلما ياخد وقته مع الفرقه فيقدر يوصل افكاره ويقدر يحط بصماته بشكل اكبر. لكن خلينا نتفق ان البوادر ايجابيه والمؤشرات بتبان، الاهم الاستمراريه. فلسه عمل شاق جدا قدام الجهاز الفني وقدام اللاعبين اللي بيحاولوا بكل الطرق ان هم يثبتوا تواجدهم للراجل ويثبتوا امكانياتهم للمدرب عشان يكونوا متواجدين في التشكيل دايما، واحنا عندنا عناصر مميزه. طيب بالنسبه للحكام، انا موضوع الحكام بصراحه عندي فيه كلام كتير جدا، بس مش ده وقته، يعني مش النهارده وقته، لان عندنا ماتش مهم.
خلينا مركزين في الماتش زي موضوع الصفقات كده. ناس كتير جدا تسال في موضوع الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي، وهتكلم معاكم في الجزئيه دي وامتى نتكلم في موضوع الصفقات بالتحديد. لكن خلينا نقول حكام مباراه اليوم، حكام اسبان، طاقم تحكيم اسباني تم الاعلان عنه من حوالي يومين ثلاثه من لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم. الطاقم زي ما حضراتكم شايفينه كده على الشاشه بقياده كارلوس جراندي، حكم ساحه ومعه مساعدين، سواء حكم مساعد راؤول كابانيرو ومارتينيز طبعا، وحكم مساعد دييجو بارابيرو سفيفيا، وحكم رابع سيزار سوتو، وحكم فيديو خوان مارتينيز مونييرا. مش هو ده الحكم بالمناسبه اللي حكم ماتش الاهلي والزمالك اللي فات، ده واحد تاني يعني في تشابه شويه في الاسماء. ومساعد حكم فيديو انجانكو اجلياسيس من ايضا اسبانيا. نتمنى لهم كل التوفيق، يعني ما تقدرش تحكم على الحكام مثلا مسيرتهم التحكيميه كويسه، ما فيش اي مشكله خالص، لكن نتمنى ان يكون في توفيق ويكون في عداله، واحنا عايزينه يطبق بس القانون مش روح القانون او مش روح البروتوكول. يطبق القانون والبروتوكول الخاص بالفار كمان، بس روح البروتوكول والكلام اللي احنا بنضحك عليه ده او الكلام اصلا اللي مش موجود اصلا في التحكيم لا بلاش منه. فان شاء الله نتمنى له التوفيق وعداله. احنا عايزين عداله، مش عايزين حد يتحيز لفريق عن التاني، احنا عايزين عداله واللي افضل فنيا هو اللي يكسب. ان شاء الله الاهلي يكون افضل ويقدر يكسب هذه المباراه. طيب المنافسه طبعا على اشدها في بطوله الدوري، الزمالك متصدر برصيد 54 نقطه من 24 ماتش، بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطه من 24 ماتش، الاهلي في المركز الثالث برصيد 48 نقطه من 22 ماتش. لو فاز بالماتشين الفارق ما بينه وما بين بيراميدز والزمالك يقدر يوصل نقطة 54، فبالتالي هيكون كمان هو المتصدر لأن المواجهات المباشرة في صالح النادي الأهلي لما فاز على الزمالك 5-3 وتعادل معاه في الدور الثاني 2-2. فالمنافسة قوية جدا في الحقيقة على بطولة الدوري، يعني دي اهم وابرز الامور. خلينا اتكلم معاكم سريعا قبل ما اروح لفاصل عن التساؤل اللي بيسأله كتير جدا من جماهير النادي الاهلي، وهو الصفقات، وهل الاهلي خلص صفقات، هل الاهلي تعاقد مع لاعبين، هل الاهلي شغال في الملف ده ولا لا. انا عايز اقول لحضراتكم هي رساله لجماهير النادي الاهلي وتساؤل في نفس الوقت، هل ده الوقت المناسب للحديث عن صفقات جايه ولاعبين جايين وكلام من ده، وانت عندك منافسه غايه في القوه والصعوبه على بطوله او على 3 بطولات دوري واتنين كاس؟ طبعا مش ده الوقت اطلاقا. لكن كل نقدر نقوله ايه لحضراتكم، كل نقدر نقوله ان في شغل كبير جدا بيتعمل من الناس المسؤوله عن ملف التعاقدات في النادي الاهلي والمسؤولين عن اختيار العناصر اللي تكون اضافه بالنسبه للنادي الاهلي. يعني الناس شغاله، مش ساكتين، الناس عارفين كويس جدا ان طبيعي اي فريق بطل بيبقى محتاج تدعيمات، حتى لو انت عندك فول تيم اكيد هيبقى عندك بعض الثغرات اللي هتحاول تسدها بالصفقات، الصفقات هتكون مميزه. فمن الناحيه دي اطمنوا، سيبوا الناس تشتغل، اطمنوا خالص، خلينا مركزين مع الفرقه والتحديات الصعبه اللي الفرقه مقبله عليها عشان باذن الله نفرح ب3 بطولات محليه. ده تعليق بس سريع بخصوص التساؤل الكتير على صفقات النادي الاهلي. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. يلا بينا. نطق عربي الراجل هو على طول. مساء الخير، مساء الفل عليك. يعني واضح ان هو من المدربين اللي بيقدروا ان هم ينسجموا سريعا مع الاجواء اللي هو متواجد فيها، وان شاء الله باذن الله يندمج بشكل اسرع مع الفرقه. لكن واضح ان هو ابتدى يتكلم عربي، حتى في الماتش اللي فات او اللي قبليه مش متذكر كان صوته طالع في المايك اللي بيتفرج على التلفزيون يسمعه، يعني وهو بيقول للعيبه كويس كويس كويس، يعني واضح ان هو ابتدى يعني يدخل في الاجواء بتاعه الفرقه. نتمنى له يا رب كل التوفيق يعني. طيب خلينا نروح لصديقنا زميلنا العزيز فاروق صلاح، مراسل قناه الاهلي من مقر اقامه الفريق قبل مباراه اليوم امام بيراميدز، عشان نطمن من خلاله على كل الاخبار والكواليس اللي بتتعلق بالنادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه. يا فاروق مساء الخير.
كل التحيه ليك يا امير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي للمواجهه الصعبه جدا يا امير اللي باكد عليها، مواجهه فريق بيراميدز في الجوله ال25 للدوري المصري الممتاز. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه باذن الله. ان شاء الله. واقف في الحر ليه كده بس؟ انت عارف يا امير بقى يعني نتعايش شويه مع درجه الحراره دلوقتي، يعني درجه الحراره برده كويسه يا امير، مش يعني انت بتتكلم في 32 او 31 درجه مئويه، ان شاء الله يعني درجه الحراره يعني في توقيت المباراه تكون افضل، وان شاء الله انت عارف ان ملعب المباراه كمان يا امير قريب جدا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي، بيبعد يعني ب 10 دقائق فقط من مقر اقامه الفريق، طبعا درجه الحراره يعني اثناء توقيت المباراه هتكون افضل من كده باذن الله يا امير. ان شاء الله باذن الله. طيب فاروق، طمنا بقى على الفرقه، وبالتحديد امبارح الاهلي ما اعلنش قائمه المباراه، وطلع كلام كتير واخبار كتير ان علي معلول اصله مصاب، وان مش عارف الشناوي عنده مشكله ايه، وان احمد عبد القادر جات له اصابه تاني، فالاهلي مش عايز يعلن عشان كده. وطبعا عمر ما الاهلي هيبقى مش عايز يعلن عن القائمه وفي حد مصاب، لو في حد مصاب هيطلع يقول يا جماعه الراجل ده مصاب وهيغيب فتره كذا يعني. فعايزك تطمنا على الفرقه واسباب عدم الاعلان عن قائمه الفريق، لان ناس كتير جدا بتسال في الجزئيه دي. يعني خليني امير يعني انت من البدايه كده داخل نتكلم في حاجات مهمه، يعني قبل ما اروح لها عايز اكد على نقطه انت قلتها مهمه جدا على تعايش مستر ريكاردو سواريش مع الاجواء في مصر وفي النادي الاهلي، وانه بدا يحفظ الكلمات المصريه، وانت عارف ان دي اكتر حاجه بتميز النادي الاهلي، ان اي فرد بيدخل منظومه النادي الاهلي سريعا بيجد اللي يقدر يعني يساعده ان هو يعني يدخل يكون فرد داخل المنظومه، سواء لاعب سواء فرد داخل منظومه النادي الاهلي، وده امر بيميز النادي الاهلي. الراجل حريص جدا ان هو كمان يا امير بياخد يعني الكورسات في اللغه العربيه علشان يتابع برضو ويعرف الكثير من الكلمات، سواء في التعامل مع اللاعبين، التعامل مع الجمهور ايضا، لانه يعني مستر ريكاردو سواريش بالنسبه بقى للجمهور يعني كان ليه حديث معاه، بدا ان الجمهور الاهلاوي في كل مكان حريص ان هو يلتقط الصور مع مستر ريكاردو سواريش، بدا ان هو يتعود على الاجواء المصريه. طبعا نتمنى له كل التوفيق باذن الله في مهمته مع النادي الاهلي. تطرقت الموضوع انت يا امير في غايه الاهميه، كلام كتير جدا اثير بالامس على علي معلول، الشناوي، عبد القادر، لكن خليني احسم لك الامور دي كلها يا امير واكد لك جاهزيه اللاعبين بالكامل، يعني سواء علي معلول سواء عبد القادر سواء محمد الشناوي، كل اللاعبين جاهزيه اللاعبين الى هذه المباراه. تقدر تستثنى من اللاعبين طبعا يا امير اللعيبه اللي اعلن النادي الاهلي اصابتهم، طاهر محمد طاهر ومحمد هاني طبعا اللي بيغيبوا عن هذا اللقاء، بالاضافه لبيرستاو ومحمود وحيد. مفيش اي اصابات اضافيه يعني، اكرم توفيق وعمار حمد، مفيش اي اصابات يا امير، اللعيبه كلها جاهزه. يعني كان ليا الكلام مع الكابتن سيد عبد الحفيظ في هذا السياق، يبقى كابتن سيد سبب عدم اعلان القائمه، قال احنا عندنا مرحله صعبه جدا، مرحله هذه المباراه ومباراه الزمالك، طالبين التركيز من كل اللاعبين، مش عايز ان لاعب يبقى خارج القائمه، يبقى في لاعب زعلان او متضايق ان هو خارج القائمه، كل الامور دي كلها مستر. كمان ريكاردو سواريش امير في واحده من النقاط المهمه جدا اللي اثارها في الفتره الاخيره، قال احنا هنتبع في النادي الاهلي سياسه اسمها سياسه الاستحقاق، ان اللعيب اللي هيأدي في التدريب بشكل كويس هو اللي هيكون موجود في القائمه، ولا يكون موجود في المباراه، واللعيبه تقبلت هذا الامر، واللعيبه كل لاعب في المرام يا امير بيحاول يثبت نفسه ويثبت جدارته في التدريب، ودي امور مهمه جدا طبعًا. ان مستر ريكاردو سواريش بدا ان هو يتعايش ايضا مع الحاله النفسيه والتحضير للاعبي النادي الاهلي، هو عارف قيمه هذه المباراه، عارف اهميتها بالنسبه لمشوار الاهلي في الدوري، عارف اهميتها بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، خاصه انها قبل مرحله صعبه جدا ومباراه مهمه جدا هي مباراه الزمالك. طبعًا. كان ليه حديث بالامس مع اللاعبين، طلب من اللاعبين عدم التطرق الحديث او تطرق تماما لأي حديث عن المباراة النهائية أمام نادي الزمالك في كأس مصر، قال مش عايز الحديث عن مباراة الزمالك يشغلنا عن مباراة هي الأهم في مشوار الأهلي في الدوري، مباراة بيراميدز، بعد مباراة بيراميدز يبدأ التحضير يعني لمباراة الزمالك. المحلل الأداء لويس بيريرا وراؤول فاريا مطور الأداء يا أمير طبعا ليهم تحضيرات كتير جدا على هذه المباراة، مباراة بيراميدز، طلب منهم عدم التحضير لأي أمر خاص بمباراة الزمالك إلا عقب الانتهاء من مباراة بيراميدز، مع إطلاق حكم اللقاء كارلوس الأسباني لصافرة النهاية. هقول لك من التوقيت ده هيبدأ لويس بيريرا وراؤول فاريا يحضروا لمباراة الزمالك، ده الأمر اللي بينعكس من مستر ريكاردو سواريش مع اللاعبين. اللعيبة كلها يا أمير بأكد لك جاهزية كل اللاعبين
عبد القادر، علي معلول، محمد الشناوي، النهارده ايضا وليد سليمان بينضم لقائمه النادي الاهلي وهيكون جاهز ان شاء الله لهذه المباراه باذن الله امير. طيب دي كلها امور مهمه، وكان مهم قوي ان الناس تعرف ان مفيش اي مشكله، وهي قد تكون سياسه ما يعني بيتبعها الجهاز الفني خلال المرحله الحاسمه دلوقتي بخصوص عدم الاعلان عن قائمه. وبالمناسبه يا فروي، يعني بتحصل في كل انديه العالم، يعني في بعض الاحيان ريال مدريد وبرشلونه بيعملوا كده، فما فيهاش اي مشكله خالص. النقطه الثانيه اللي عايز اكلمك فيها، طبعا الناس كلها مبسوطه باداء النادي الاهلي في مباراه فيوتشر، وانت واحد من اللي بتتابع دايما تدريبات النادي الاهلي بحكم شغلك، يعني هل شايف ان من الممكن في فتره قصيره جدا لمدير الفني سواريش ان نشوف الاهلي بنفس الاداء تاني، ولا الموضوع مش هيبقى سهل خصوصا في ضغط المباريات وتوالي البطولات المحليه الهامه جدا؟ بص يا امير، عشان اكون يعني صريح معاك جدا، وانت عارف ان احنا من خلال قناه النادي الاهلي دايما بنتعامل بكل مصداقيه مع جمهور النادي الاهلي، ما بنحاولش ان احنا نهول الامر شويه او ان احنا يعني نكبر الامر، لكن بنتعامل بالمصداقيه والواقعيه. طبعا اول يوم تدريب لمستر ريكاردو سواريش انا كنت موجود في المران التدريب الرئيسي ليه على ملعب التتش. اللي احنا شفناه في ماتش في فيوتشر هو صوره مصغره من التدريبات اللي بدا يشتغل عليها مستر ريكاردو سواريش. مستر ريكاردو سواريش قبل قدومه للنادي الاهلي اتفرج على مجموعه من مباريات النادي الاهلي، وزي ما قلت لك يا امير لو تفتكر ان هو عمل يعني لويس بيريرا وراؤول فاريا عملوا ملف لكل لاعب بايجابيات وسلبيات ومميزات كل لاعب، فبالتالي بدا ان هو يضع الوحدات التدريبيه الخاصه مع لعيبه النادي الاهلي او الامور اللي ناقصه لعيبه النادي الاهلي. اول تدريب للنادي الاهلي انا شفته رسم الملعب برسم جديد يا امير، قسم الملعب لاربع اجزاء، عمل عمليه الضغط العالي، ودي من الامور الجدا اللي اشتغل عليها شفناها في ماتش فيوتشر، الضغط العالي اللي بيعمله لاعب النادي الاهلي، ايضا عمليه اللعب من لمسه واحده والتحرك بدون كره، دي امور كلها بيشتغل عليها مستر ريكاردو سواريش. واعتقد يا امير يعني من اللي احنا شايفينه في تدريب مستر ريكاردو سواريش دي هتبقى السياسه المتبعه في اسلوب لعب النادي الاهلي. طبعا كل مباراه بيبقى لها متطلباتها، كل مباراه بيبقى لها ظروفها، كل مباراه بيبقى ليها احداثها، لكن النقطه المهمه برضو يا امير ان مستر ريكاردو سواريش لما اتكلمنا معاه في هذا الامر وان الاهلي كان مفتقد لهذا الامر في الفتره الاخيره، يعني مستر ريكاردو سواريش محبش ينسب الفضل لنفسه، لا قال لك ده دور اللعيبه وان اللعيبه استوعبت الشغل اللي احنا اتمرنا عليه. اشد بنقطه مهمه جدا يا امير، وبرضو عايز من خلالك ان انا يعني ااكد على هذا الامر. اسبوع التدريب او اللي كان الفاصل ما بين مباراه الجونه وفيوتشر فرق جدا 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 مع لعيبه النادي الاهلي. مستر ريكاردو سواريش قال انا فعلا كنت محتاج الاسبوع ده، اللعيبه نفسها خدت شغل كتير في الفتره دي، ودي برضو نوعيه لعيبه النادي الاهلي ما بقاش في اجازات كتير يا امير، انت عارف ان هذا الامر. اللعيبه بدات تاخد شغل مكثف، بالامس طبعا كان تدريب وجانب بدني، لكن هو برضو بياكد على حاجه مهمه جدا، اكد ان اللعب بالطريقه دي هيحتاج لعيبه يعني لعيبه بدنيا تقدر تقول بلغه الكوره واقفين على رجليهم على مدار ال 90 دقيقه، هيحتاج مجهود بدني، وده الامر اللي يعني من خلاله عقد اجتماع مع بيدرو مخطط الاحمال يعني الارتقاء بالنواحي البدنيه وتجنب طبعا الاصابات للاعبي النادي الاهلي. انا باكد لك يا امير يعني بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي، ده هيبقى اسلوب مهم جدا للنادي الاهلي وواحده من طرق اللعب اللي هنشوفها للنادي الاهلي واسلوب لعب النادي الاهلي في المباريات القادمه باذن الله. طيب مباراه فيوتشر كيف اثرت بشكل ايجابي على معنويات اللاعبين وانت شايفهم دلوقتي داخل مقر الاقامه بعد فتره كان فيها اهتزاز شويه للثقه عند الفرقه؟ بص يا امير، يعني النقطه دي نقطه مهمه كمان، يعني اللعيبه نفسها من الامور المهمه جدا ليك كمدرب انك تكون مقنع للعيبه. اللعيبه بدات يعني تكون مقتنعه جدا بمستر كارلوس او مستر ريكاردو سواريش في اموره اللي بيطلبها من اللعيبه في ارض الملعب. لو تشوف حسام حسن يا امير النهارده في مقر اقامه الفريق معنويات ثانيه. مستر ريكاردو سواريش اشاد بحسام، عقد اكثر من جلسه مع حسام، اثنى على اداء حسام. محمد مجدي قفشه يعني تقدر تقول يا امير اختلف 360 درجه، يعني مجدي قفشه اختلف تماما مع مستر ريكاردو سواريش. قبل ما اكلمك على الملعب يا امير، انت اتكلمت على النواحي النفسيه، اللعيبه نفسها بقت الامور مختلفه جدا، عمرو السوليه، حمدي فتحي، علي معلول، ثقه مستر ريكاردو سواريش وانه بينسب الفضل والمجهود للعيبه ده بيوصل للعيبه حاله الاشاده والسعاده اللي شفناها عند جمهور النادي الاهلي انعكست عند اللعيبه. وخليني يعني يا امير وانت بتتكلم في هذا الامر، يعني لعيبه النادي الاهلي امير او اللعيبه بصفه عامه، اللعيبه قريبه جدا من السوشيال ميديا، عارفه كل كلمه بتتقال، اللعيب بيتاثر بكل موقف. يعني امير برضو
يعني برضو انا عايز من خلالك ان احنا يعني حارس مرمى نادي الاتحاد احمد يحيى طبعا نتمنى له يعني نتمنى له التوفيق، وانه طبعا كان اعلن قراره بالاعتزال، نتمنى انه يرجع في قراره، ويعني نتمنى ان الصوره دي ما نشوفهاش في الملاعب. لذلك احنا بنقول لجمهور النادي الاهلي، جماهيرنا اللي دايما بتبقى في ظهر لعيبه النادي الاهلي، اللعيبه قريبه جدا من السوشيال ميديا، اللعيبه بتحس واللعيبه شايفه كل الامور دي، واللعيبه بتتاثر. لذلك اقف خلف فريقك. الاهلي في مرحله صعبه جدا، جمهور النادي الاهلي دايما هو الدرع وهو السند وهو الظهر لفريق النادي الاهلي. باكد على هذا الامر يا امير، باكد ان اللعيبه بعد مباراه فيوتشر، اللعيبه عهدت وجلسه محمد الشناوي ووليد سليمان ورامي ربيعه وايمن اشرف مع اللعيبه ان دي تكون بدايه. مباراه فيوتشر ان شاء الله هي البدايه ان شاء الله، مرورا بمباراه بيراميدز ثم مباراه الزمالك باذن الله. امير باذن الله يا فاروق، انا بشكرك في الحقيقه شكرا جزيلا على كل هذه الاضافات والمعلومات. لو عايز تضيف حاجه اتفضل. طب يا امير قبل ما نختم، اتفضل. عايز برضو امير اختم معاك بالتشكيل المتوقع زي ما انت متعود معانا، التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز لهذا اللقاء. هيكون في حراسه المرمى احمد الشناوي، قدامه اثنين مساكين علي جبر واسامه جلال، في اليمين احمد توفيق، في الشمال محمد حمدي، في منتصف الملعب نبيل دونجا ووليد الكارتي، قدامهم ثلاثه اسلام عيسى، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، وراس حربه فخر الدين بن يوسف. ده التشكيل يا امير زي ما انت متعود بنسبه 99% تشكيل بيراميدز لهذا اللقاء. عارف انه هيطلع صح يا فاروق في الحقيقه. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي المجتهد جدا 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 في الحقيقه، والراجل بيخش معانا دايما في المداخلات بيدي اضافات مهمه، فبنتمنى له التوفيق دايما ونشكره شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه. اتكلم هو في جزئيه احمد يحيى حارس مرمى الاتحاد، وبصراحه كان امر صعب ومشهد غايه في الصعوبه، ما كناش نقبله ابدا. ولازم يا جماعه الجمهور يبقى عارف كويس ان اللي بيلعب في الملعب ده بني ادم مش اله، يعني اللي موجود في الملعب ده ايا كان مين عنده امور اسريه وعنده عوامل نفسيه ممكن تاثر عليه بشكل او باخر، فدور الجمهور دايما ان هو يساند ويدعم ويفضل في ظهر اللعيبه دي. طبعا قلبنا كله مع كلنا مع احمد يحيى، بنتمنى لشقيقه الف رحمه ونور عليه، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ربنا يصبر احمد يحيى، ونتمنى ان هو يتراجع عن قرار اعتزاله، وان شاء الله باذن الله يرجع عن هذا القرار اللي اعلن عنه بالامس ويتالق ويكون مؤثر مع فرقته باذن الله، ومستقبله لسه طويل، نتمنى له كل التوفيق. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نكمل بعض الاخبار المهمه تتعلق بالاهلي. يلا طيب خلينا نشوف ترند الاهلي واخر الاخبار وازاي الناس بتتكلم من الصفحات الرسميه المختلفه عن مباراه اليوم. يلا كوره، حسام على تويتر بيتكلم على تشكيل الاهلي المتوقع، حسام حسن يقود الهجوم امام بيراميدز. وصراحه الواحد سعيد بمستوى حسام حسن، لان هو كان في مرحله وفتره كانت صعبه جدا بالنسبه له، فتره عدم ثقه موسيماني في قدراته، وكمان كان بينزل اخر دقيقتين ثلاثه، فالراجل يعني كان محطم نفسيا، لكن قدر سوارش ان هو يعني يخلينا نحس شويه بحسام حسن اللي تم التعاقد معاه في بدايه الموسم. نتمنى له المزيد من التوفيق، وان شاء الله باذن الله يهدف كمان، هتفرق معاه اكتر واكتر. طيب التشكيل ايه المتوقع من يلا كوره؟ قال لك محمد الشناوي في حراسه المرمى، ايمن اشرف، محمد عبد المنعم في الدفاع، علي معلول وكريم فؤاد، وفي نص الملعب عمرو السوليه، حمدي فتحي، صلاح، محسن قفشه، احمد عبد القادر، وحسام حسن. خلينا كمان ناخد كورة 11 على تويتر، بيقولوا فتحي أم أليو ديانج، ثنائي خط الوسط صداع في رأس سواريش قبل المواجهة المنتظرة بين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري. ودي حاجة مهمة جدا وكويسة جدا إن يكون في يعني حيرة عند المدرب يلعب بيمين ولا بيمين بالتحديد في أهم مركز في الملعب وهو مركز الوسط. فأنت عندك ثلاثة من يعني من أفضل ما يكون، يعني حمدي فتحي والسولية وأليو ديانج. السولية أساسي والاثنين التانيين والله برضو اساسيين، لكن عندهم نفس السمات، فاكيد الراجل طبقا لاسلوب لعبه بيختار واحد فيهم. مؤخرا او المباراه اللي فاتت مثلا كان حمدي فتحي، من الوارد النهارده تلاقي ديانج على حسب احتياجات المدير الفني في كل مباراه، وارد تلاقي حمدي مكمل. بس دي حاجه تحسب لفرقه النادي الاهلي ان انت عندك عناصر كتير جدا المدرب محتار ما بينها يعني، وهي في نفس الوقت بصراحه ميزه لان الثلاثه دول مجهدين جدا، فانك واحد يبقى بديل من الثلاثه، ان هم كانوا بيلعبوا هم الثلاثه اساسيين لما كان بيلعب موسيماني مثلا 3 4 3، فحمدي كان بيبقى ورا ساعات بيلعب 3 في نص الملعب، كانت 3 بيبقوا موجودين، فانت بتدي راحه لواحد فيهم تقدر تحتاجه في مباريات لاحقه، فدي جزئيه مهمه.
الوطن الرياضي بيتكلموا على ان في محاضره من سواريش للاعبي الاهلي وجلسه خاصه مع الشناوي قبل مواجهه بيراميدز. يعني اكيد اكيد بيبقى في جلسات من خلال المدرب مع بعض اللاعبين، تعليمات في الجانب الفني، طلبات منه في اتجاه اللاعبين يطلب منهم ان هم ينفذوها، مهام معينه سواء هجوميه او دفاعيه، ممكن جلسه يعني او جلسه في محاوله اعاده الثقه اللي ابتدت ترجع للشناوي، او ممكن يكون لسه فيه يعني بعض الجوانب شويه اللي محتاجه تتظبط للشناوي، بس هو كده كده حارس كبير، وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده مرارا وتكرارا هيرجع، يعني هيرجع احسن كمان من مستواه اللي احنا عرفناه عليه، فلان الشناوي بطل وشخصيه قويه في الاول وفي الاخر، فدي حاجات بتبقى طبيعيه موجوده يعني في الغرف المغلقه داخل النادي الاهلي. يلا كوره حسوا على تويتر بيقولوا ان في مصدر قال لهم ان بيرسي تاو مستمر ولن يرحل عن الاهلي. طب ومين يا جماعه قال ان بيرسي تاو هيمشي؟ بفهم جدا او بتفهم جدا ان في ناس كتير تقعد تقول بيرسي تاو ميكي سوني ماشيين وبتاع مش عارفين، ممكن المعطيات تقول لك ان ميكي سوني ماشي، المعطيات رغم ان متغيرات كتير جدا في كره القدم، ممكن فجاه تلاقيه قعد، ممكن فجاه تلاقي سواريش اقتنع بيه، وارد، كل حاجه وارده في الكوره. لكن بيرسي تاو راجل امكانيات عظيمه جدا، لعيب كويس قوي في بعض الفترات زيه زي اي لاعب في الدنيا ما بيبقاش موفق، لكن في نفس الوقت الاهلي اشتراه بمبلغ كبير، عمر ما الاهلي هيمشيه باقل من المبلغ ده، وخصوصا ان في قناعات كبيره جدا بمستواه، والناس رابطه ما بين بيرسي تاو وموسيماني. يعني مش عارف سر الربط ده، ممكن عشان من بلد واحده، الاثنين جنسيه واحده، لكن هو الاهلي اصلا كان في حساباته بيرسي تاو قبل ما يجيب حتى موسيماني كمدير فني. فاذا ايه؟ اذا ان في قناعه بامكانيات بيرسي تاو عند المسؤولين في النادي الاهلي. نتمنى له ان هو يرجع سريعا، اعتقد ممكن من بعد ماتش الزمالك يكون جاهز للمشاركه. وان شاء الله هيكون اضافه للاعيب مهم جدا وعنده امكانيات مميزه جدا. خلينا نخش على كوره بلس، وبيتكلموا على حسين الشحات، واحد بيفتقده النادي الاهلي برضو من العناصر المميزه والمهمه جدا، وبيتكلموا على تفاصيل وموعد سفر حسين الشحات الى قطر لاجراء الجراحه في الركبه. احنا عارفين ان حسين عنده قطع كلي في غضروف الركبه، ان شاء الله باذن الله يقدر يرجع بسرعه، هيسافر قريب علشان يعمل الجراحه خلال الاسبوع المقبل عشان يبدا مشوار التاهيل والتعافي من الاصابه، نتمنى له يا رب الشفاء سريعا. اخر خبر في ترند الاهلي، ويقول لك ده من خلال المصري الرياضي على تويتر، مصدر بالاهلي بيقول لهم ان سواريش يطلب ضم مدافع اجنبي ومهاجم برازيلي. اجتهادات كتير جدا جدا هتسمعوها بخصوص ان سواريش طلب مش عارف فلان وطلب علان وكلام من ده، الامور دي كلها ما بتبقاش معلنه اصلا، وزي ما حضراتكم سواريش نفسه وزي ما حضراتكم شفتوا ما كانش حد عارف ان الاهلي بيفاض وجابه في الاخر. اتفاجئ الناس زي ما اتفاجئوا ايام موسيماني وزي ما اتفاجئوا ايام فايلر قبل كده، واعتقد ايام لاسارتي كمان، بالمدرب رغم ان كان في اجتهادات واسماء كتير جدا بتطرح على الساحه، لكن مش اي خبر يعني او اي اسم تسمعوه هو الاهلي فعلا هيجيبه. وارد يكون الاسماء دي مرشحه ان هي تنضم للنادي الاهلي، لكن ما فيش اي حاجه رسميه اصلا لحد دلوقتي. وبعدين هو الراجل عنده وقت اصلا عشان يطلب، ده الراجل عنده طحن يعني ماتشات ورا بعض بشكل قوي في مختلف البطولات المحليه، فنتمنى له يا رب كل التوفيق، وموضوع الصفقات ده مش وقته خالص طبعا. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل. يلا طيب خلينا نروح للترند العالمي وابرز الاخبار العالميه، وخصوصا ان الدنيا مولعه في اوروبا، صفقات كتير جدا وتنقلات مهمه بين بعض الانديه، لكن خلينا نبتدي بحساب ليفربول على تويتر، واللي بيتكلموا على ان بعد ما نشر صوره لصلاح وارنولد خلال مباراه كريستال بالاس امبارح، وقالوا ان يبدو انه توجد علاقه قويه في الجبهه اليمنى. طبعا الاثنين بيلعبوا جنب بعض، في تفاهم وتناغم كبير جدا ما بينهم، والاثنين اكثر اثنين لعيبه ساهموا في اهداف في بطوله الدوري الانجليزي وليفربول السنه اللي فاتت، فطبعا بقالهم كمان ايه 5 سنين بيلعبوا مع بعض، ودي السنه السادسه يعني، فطبيعي ان يكون في علاقه قويه جدا. صلاح بالمناسبه شارك امبارح في الشوط الثاني في مباراه وديه امام كريستال بالاس، خلصت 2-0، اول ما نزل في الشوط الثاني بعد اقل من دقيقه جاب الهدف الثاني، وبدايه قويه بالنسبه لصلاح، نتمنى له يا رب كل التوفيق، وبالتحديد كمان بعد ما جدد عقده فالامور مستقره جدا، من المنتظر ان احنا نشوف اداء قوي لصلاح السنه دي. حساب كره بلس على تويتر بيقول ان اداره نادي الاتحاد السعودي تعتبر السداسي الاجنبي خط احمر، اللي هم مين؟
مارسيلو جروهي واحمد حجازي نجمنا المصري المميز جدا، ورومارينو وبرونو هنريكي وايجور كورنادو وعبد الرزاق حمد الله. يعني بيقولوا ان احنا عندنا السداسي ده خط احمر ومش هنبيع اي حد فيهم. الاتحاد كان قاب قوسين او ادنى من تحقيق لقب الدوري السعودي، لكن الهلال فاز بيه في النهايه. طيب خلينا نتكلم على الصفقه الابرز النهارده. النهارده بالمناسبه تشيلسي اعلنت بشكل رسمي خلاص عن كاليدو كوليبالي من نابولي، لكن النهارده الصفقه الابرز وكانت صفقه منتظره جدا هي صفقه ليفاندوسكي اللي انتقل لبرشلونه او خلاص على يعني وشك الاعلان الرسمي. لكن النهارده حساب بايرن ميونخ زي ما حضراتكم شايفين كده على تويتر نشر تصريحات لهربرت اينر رئيس النادي، واللي قال لدينا اتفاق شفهي مع برشلونه انه امر جيد لكل الاطراف ان يكون كل شيء واضحا، روبرت لاعب رائع وفاز بكل شيء معنا، نحن ممتنون له للغايه. يعني روبرت ليفاندوسكي عمل 8 مواسم اكثر من رائعه مع البايرن، وهو شايف ان هو محتاج يغير شويه ويروح لتحدي جديد وخلاص هينتقل لبرشلونه، اللي كمان كان النهارده اول مران لرافينيا اللاعب البرازيلي الجديد القادم من ليدز يونايتد. فبرشلونه عامله شغل كويس لحد دلوقتي في الصفقات. طب تفاعل حضراتكم وتوقعاتكم لتشكيل الاهلي النهارده في مباراته الهامه امام بيراميدز. محمد مصطفى، قال الشناوي، علي معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، كريم فؤاد، السوليه، ديانج، قفشه، محمد شريف، حسام حسن، عبد القادر. اتوقع 4-1 للاهلي ان شاء الله، نتمنى يا رب باذن الله. يعني برضو في توقعات اخرى لكن للاسف الوقت داهمنا، ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للاهلي في مباراته اليوم. دي كانت حلقتنا كمان من ترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده ان شاء الله نحتفل بيها او فيها بفوز النادي الاهلي على بيراميدز. استنونا، الى اللقاء.